لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله نصمم شغل صحي مع بعض. أجي مكون سيستمز وأبدأ أحط الأجهزة الصحية اللي أنا عايز أحطها. هنا أقول له برامج فيكتشر، برامج فيكتشر، وأبدأ أختار أشوف إيه اللي أنا عايز أحطه دلوقتي. يعني أول حاجة مثلا عايز أحطها وليكن الحوض، تمام، أبدأ أحط هو حوض دوت، وممكن أحط حوض الناحية التانية. اقول له الاين، ممكن هيك كده واسحبه من حيث شويه بالماوس، بالاسهم الموجوده في الكيبورد. وعايز احط هنا القاعده بتاعت الحمام، اقول له برامج فيكتشر تاني واختار القاعده بتاعت الحمام اهيت، ماشي. ايه اللي ممكن نعوزه تاني؟ احط مثلا الفلور درين، اجي هنا اقول له انا عايز فلور درين، فلور درين عندي هنا كذا مقاس، اشوف المقاس اللي انا ممكن اشتغل بيه. خلينا نختار دوت دلوقتي، اقول له بليسن فيس واحطه هنا مثلا، واحطه هنا كمان. طيب دلوقتي اقول مثلا تعالى نعمل الشغل الكولد ووتر، الهوت ووتر. طيب هاجي على الحوض، بلاقي هو اوتوماتيك عمل لي كونكتور اللي انا ممكن اوصل عليه الكولد ووتر والهوت ووتر. هاجي انا ادوس كليك يمين واقول له درو بايب، هو بيبدأ يرسم لي الكولد ووتر. ده هو خارج على الارتفاع دوت، ده هيحصل كده في الطبيعة ان هو يخرج على الارتفاع دوت. ممكن انا اكون عايز اطلع بيه لفوق، تمام، وهمشي لمسافة، تمام. طيب هو كده البايب مش ظاهر معايا، تمام، ما دام حتة ظاهرة وحتة مش ظاهرة ده يبقى اكيد الموضوع فيو رينج. اجي هنا واشوف بقى انا عايز الماسورة دي تحت تطلع ولا تنزل. ممكن يكون انا عايز مثلا تطلع لحد السطح 15 متر، تمام. طيب عايز اشوف مشكلة الحاجة اللي لسه مطلعتش، تمام. الأول هاجي هنا هقول له دي خليها فاين عشان ايه المصير تظهر معايا بشكل حقيقي، وهقول له تي ال عشان اللون التي ال ده يختفي ويبقى لون عادي. طيب اجي هنا بقى اشوف موضوع الفيو رينج، في قلب الفلور بلان هاخد في الفيو رينج. هنا هو ظاهر لحد ارتفاع 2300، 2 متر 300، هقول له لا انا عايزك توصل لحد الدور التاني، صفر بتاع الدور التاني، ابلاي، اوكي، تمام. فده كده ماسورة الكولد ووتر. طيب دي برضه عايز اوصلها كولد ووتر، طيب اعمل ايه؟ اول حاجة الكوع دوت المفروض هيبقى تي، لان هو هيبقى ليه تكملة. فهاجي اعلم على الكوع الاقي علامة الزد دي ظهرت لي، علامة الزد دي اول ما بقف عليها بيقول دي، اول ما ادوس عليها يبقى الشكل ده اتحول لتي. انت عايز كده؟ انا عايز كده، خلاص دي كده اتحولت لتي. هقف على التي كده واجي على الكونكشر ديت، كليك يمين واقول له درو بايب، وابدا ارسم البايب عادي، تمام. طيب بعد كده اجي على الحوض التاني، يا اما ارسمه عادي، اجي هنا اقول له مثلا درو بايب، وابدا ارسم البايب بتاعي عادي. عايز الاتنين دول يتصلوا ببعض، البايب ديت والبايب ديت. اجي في الامر موديفاي، امر موديفاي الاقي اداه تساعدني على كده اسمها تريم اند اكستند، بتمثل امر فيلت في الاوتوكاد. ادوس على اول بايب وتاني بايب هيروحوا موصلين ببعض، مع ان الواحد فيهم على ارتفاع واحد على ارتفاع، فيحط كوع فوق وكوع تحت
بيوصلهم ببعض. تمام، دي ماسورة الكولد ووتر. طيب عايز اوصل هوت ووتر، هي ليها كذا طريقة على أساس ما يحصلش تعارض بين الاتنين، ما يحصلش إن الماسورة دي تخبط في الماسورة دي. ممكن أحرك واحد فيهم يمين شوية أو شمال شوية، دي حاجات فعلا بتحصل في الموقع في الحقيقي. أو ممكن أقول له إيه، هقول له ارسم لي هنا هوت ووتر وهطلع كده هوت ووتر اهيت، وامشي على نفس الارتفاع دوت، اقول له امشي على الارتفاع دوت، واجي هنا اطلع بقى لحد فوق، عشان ان انا في الاخر احط اير فينت، عشان لو في اي هواء مش مظبوط يطردوا من قلب مصير الماء. تمام، طيب خلاص كده. هاجي هنا عايز ارسم ماسورة الهوت ووتر تاني، اه طب ما انا لما هرسم الهوت ووتر ديت هتخبط هنا. تمام، طيب بنسأل نشوفهم شوف الناس اللي شغاله في المجال ده بتعملها ازاي. يعني مش كده، دي حاجه موجوده في الموقع نفسه، بتتحل ازاي؟ ممكن ان انا اجيبها كده اخرج من قلب الحوت وامشي سنه صغيره، تمام، خلينا نمشي في اتجاه المايه عادي واروح موصل. تمام، ممكن كده وامشي واروح موصل بالماسوره ديت. تمام، دي مفيش مشكلة خالص، ده ممكن تتعمل في الموقع كده. والأرجح إن هو يحرك الحوض يمين أو شمال سنة، بحيث إيه تقدر الماسورة تخش جنب زميلتها بدون أي مشاكل خالص. تمام، طيب تعال نوصل القاعدة ديت. لو أنا جيت كده وقلت له درو بايب، هنا في اتنين كونكتور فوق بعض، فبيقول لي أنت عايز توصل دوميستيك كولد ووتر ولا سناتري اللي هو الصرف؟ أقول له لأ، أنا عايز أوصل دوس الكولد ووتر واخرج حته صغيره كده. تمام، وهمشي، ممكن اطلع على ارتفاع عالي او ممكن اكمل على الارتفاع اللي انا فيه، واجي هنا. تمام، واجي اقول له حرك دي كده بس سنه صغيره واجيبها تاني، بحيث ان هو يوصل الاتنين ببعض. تمام، طيب انا لما دخلت بالماسوره بتاعت القاعده، المفروض الماسوره اللي بعد كده تكبر. يعني هي جايه مثلا فيها كميه ميه معينه جت عليها القاعده، فالماسوره المفروض تكبر. طيب اكبرها ازاي؟ بص خالص، تاجي على المواسير، بقيه المواسير اهيت. تمام، واديها المقاس التاني الكبير، يعني ده 15، انه مثلا ده بقت 25. طيب عايز اوصل الماسوره التانية بتاعت القاعده. تمام، خلي بالك انت بتفكر ازاي هتتعمل في موقع، يعني كل الفكره هتتعمل ازاي في الموقع. تمام، ايه احسن حاجه ممكن تعمل بيها في الموقع؟ فانا هقف على الكوع واقول له حوله لي التي. تمام، وده غالبا اللي هيحصل في الموقع. اقف على التي دوت وادوس كليك يمين واقول له درو بايب، وامشي بالبايب لحد القاعده هنا. تمام، اه، وممكن اجي على القاعدة كده واقول له الاقي حاجة. طيب اجي اعمل سيلكت على القاعدة واخرج بالبايب بتاعتي عادي، دوست كولد ووتر واقول له وصل لي دوست كولد ووتر بالبايب دي. تمام، دي طريقة بسيطة خالص. ادينا رسمنا شغل الكولد ووتر والهوت ووتر، وان احنا نلونهم هدوس في في، واجي هنا في قلب فلتر وابدا اعمل الفلاتر زي ما شفناها في الفيديو اللي فات. دلوقتي عايزين ناخد الحاجات اللي احنا رسمناها ديت ونطلع بيها اي دور فوق. تمام، ممكن اجي اعمل سيلكت عليهم كلهم
ولو في حاجة أنا مش عايزها ممكن أدوس شيفت وأشيلها. تمام، وليكن مثلا أشيل الرازر ديت، تمام، وهاجي هنا أقول له كوبي وأطلع للدور التاني. تمام، هنا في لايتنج ظهر معايا، هقول له في في، وأجي هنا أخفي اللايتنج، عايز اقول له بيست. لو جيت هنا ممكن اقول له بيست كارنت فيو، يعني احطها في الفيو دوت. تمام، طب لاحظ ان في هو شايف شغل من تحت. طب انا مش عايز اشوف الشغل من تحت، هلاقي عندي هنا حاجه اسمها underlay، عندي حاجه هنا في الفيو نفسه اسمها underlay بيشوف حاجه من الدور اللي تحت. شايف هو الجراوند، اقول له لا نون، ما تشوفش حاجه خالص. ماشي، طيب عايز بقى اخلي المواسير ديت تمام تتوصل بدي، اروح جاي على امر اسمه تريم اكستند سنجل اليمنت، اروح معلم على الرايزر الكبير، تمام، اعلم على الرايزر الكبير، وروح معلم على البايب ديت، اروح هو موصل على طول، ونفس الكلام برضو هنا، اروح معلم على البايب، هيروح موصل على طول. دلوقتي بقى لو عايز احط اي محابس، لو عايز احط اي محابس باجي من قائمة السيستم، بلاقي عندي حاجة هنا اسمها بايب اكسورت، بختارها، بيقول لي مفيش اي فاميلي بتحملها، فبقول له ماشي، واروح جاي هنا، اروح داخل على المكان اللي انا حاطط فيه الفاميلي، واشوف فين البايب اكسسوارز اهيت. تمام، وابدا اختار اي كل، يعني هتلاقي عندك حاجات كتيره، فانت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت شايف انها انسب للمشروع دلوقتي. تمام، يعني ممكن نختار مثلا ديت، او ندور على حاجه اصغر. ممكن نختار ليفل فالف هانجر، دي هنجر جلوبال فالف. طيب ممكن نختار ده كمثال، بس هو الفكرة ان ده القطر بتاعه 2، احنا عايزين حاجة تكون اصغر من كده. هقول له ماشي، راح مختاره، وابدأ اشوف بقى انا عايز احط المحبس فين. اجي هنا اقول له لا، ده انا عايز اشوف اصغر محبس انا عايزه، وراح مقربه اوتوماتيك هو يتحط، بس هو بس المقاس كبير. تمام، لو قعدت تدور فاميلي هتلاقي يعني مقاسات اصغر من كده بكتير ومقاسات كبيره. تقربه ودوس خلاص، روح هو متوصل، تعرف انه توصل لما تلاقي حط هو الريديوسر. تمام، لو انا جيت هنا قلت له وريها لك واير فريم، تمام،